يعطيكم العافية. زرت دولة الرئيس بري طبعا مثل ما بتعرفوا، لحتى يعني سلموا النتيجة اللي أثمرت بناء على النقاش اللي صار خلال الأيام الماضية، لناخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللي كانت الدولة اللبنانية سلمتها للوسيط الأمريكي. هيدي الملاحظات على المسودة اللي سلمها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين لفخامة رئيس الجمهورية ولدولة الرئيس بري ولدولة رئيس مجلس الوزراء بآخر الزيارة، صار في عليها ملاحظات من قبل الجميع، وطبعا لدولة الرئيس بري كان في ملاحظات أيضا على هيدي المسودة. اليوم أطلعت دولة الرئيس بري على الملاحظات اللي كان أعطانا إياها، وأكدنا أنه ملاحظات اللي طالب فيها لبنان، وبالتحديد كمان ملاحظات اللي أعطانا إياها دولة الرئيس بري أخذ فيها بهيدي المسودة النهائية. مشان هيك فيني أقول أنه اليوم النقاش حول المسودة والتعديلات اللي ممكن تطرح عليها انتهينا منه. اليوم نحن قدام مسودة أخذت بعين الاعتبار ملاحظاتنا كاملة، ودولة الرئيس بري اللي كان ماسك بالملف من فترة طويلة كان دايما مرجعية لنا نحكي معه حتى نستشيره، لأنه مرق بخبرة طويلة عريضة لو وصلنا للي وصلنا له اليوم، وكان عم ينبهنا ببعض الأماكن على الأمور اللي ممكن تعرق لكم أنتم ماشيين، وفعلا كان كل هيدا الشيء عم بيصير. اليوم فيني أقول أنه الموقف الوطني الموحد بلبنان أعطى لبنان قوة، أعطى لبنان موقف يقدر يفاوض مع الآخرين من خلاله. الكل بيعرف أنه لبنان منه بلد ضعيف، خاصة بهيك يعني بهيك مفاوضات تعني لبنان حدودنا الوطنية، تعني سيادتنا، تعني الحفاظ على حقوقنا. أنا بقدر أقول أنه الموقف الوطني الموحد أعطى نتيجة كتير كبيرة بهيدي المفاوضات. هلا ما في مفاوضات بتصير والفريق بيعتبر أنه أنا بدي أنجز وبدي أربح والفريق الآخر لازم يكون خسران. المفاوضات وقت اللي إجا الوسيط الأمريكي بأول زيارة لإله قال لي فينا ننطلق من عقلية جديدة بتقول أنه ما حدا لازم يعتبر حاله ربحان وحدا يعتبر حاله خسران، كل فريق بده يعتبر حاله ربح بمطالبه اللي بده إياها، ويمكن أوقات في نقاط ممكن تتقاطع بين الفريقين تنقدر ننجز هيك اتفاق. وبدي أقول للإعلاميين كلهم والصحفيين، نعم كان في تكتم كتير كبير وشديد، وهذا التكتم مش ببغية أنه نحن ما بدنا نخبر العالم شو عم بيصير، بس بالمفاوضات هيدا الشيء بيصير. طبعا هيدا التكتم مش معناتها الرؤساء مش معنيين ومش عم يطلعوا، هن عم يطلعوا على كل التفاصيل، إنما ما فينا نحن نناقش ورقة ومسودة بالإعلام وبعد ساعتين الورقة بتكون عم تتغير والمطلب بيكون عم يلتغى. ومشان هيك يمكن صار في تخبط إلى حد ما، لبنان تخلى، لبنان تنازل، لبنان ما أخذ ولا مطلب من مطالبه، كل هذه الأمور مش مزبوطة. اليوم وصلنا على صيغة نهائية بفضل لبنان وقوة لبنان ووحدة موقفه، أنه حصلنا على الملاحظات اللي عنا إياها. إنما هذه الملاحظات تدرس حاليا من قبل فخامة الرئيس ودولة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء، وعلى ضوء هذه الدراسة سيكون هناك موقف موحد من لبنان مثل ما تعودنا بكل هالأربع خمسة أشهر اللي مرقوا، وهيدا الموقف الموحد بيعطى وبيقول لبنان قبل نهائيا أو رفض نهائيا هذا الاقتراح. الشغل خلص اللي بعتبره أنا دبلوماسي وتفاوضي وتقني. اليوم القرار بناء على المسودة اللي بين إيدينا تتخذ من فخامة الرئيس وبالتشاور مع دولة الرئيس بري ودولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وعلى أساسه بيتخذ القرار النهائي. ويعطيكم ألف عافية. دكتور رئيس، سؤالنا أنه كان في إصرار دائما من الرئيس بري على شيء اسمه اتفاقية الإطار، هل أخذ باتفاقية الإطار؟ ضمنت بهذا الاتفاق بشكل كامل يعني؟ والمرحلة المقبلة ستكون في الناقورة الختام ومتى؟ بمقدمة أنا ما بسميه هذا اتفاق، هو اتفاق مع الأمريكان، مع الدولة الأمريكية، وسنودع هذا الاتفاق والعرض والرسالة إذا بدك لدى الأمم المتحدة. هو مش اتفاق بين لبنان ودولة نحن ما بنعترف بوجودها، هو مش اتفاق ولا معاهدة دولية بيناتنا. الصيغة اللي انعطت، وهون كانت قوة المفاوض الأمريكي، كان أخذ بعين الاعتبار لبنان وحساسية لبنان من هذا الموضوع، ولقى حل
وراح اقول لكم اياها يمكن لاول مره. وقت اللي بلشنا بالنقاش تنفكر كيف ممكن بده يتلاقى هيك حل، جرب يعمل دراسات، ما في بلد بالعالم ما في حاله بتشبه الحاله اللي نحن فيها. بقى كانت هيدي الفكره البناءه واللي هي اذا بدك اعطتنا تصور كيف ممكن نوصل للحل. بدايه هيدي الرساله وهيدا الاتفاق اللي بعث لنا اياه الوسيط الامريكي تستند بتقول بناء على اتفاق الاطار النقاط الست اللي صارت مع دوله الرئيس بري واعلنوا عنها من عين التينه، وبنفس الوقت صار في تفاوض خلصنا. بدي وجه تحيه للفريق التقني اللي اشتغل بالناقوره، لقياده الجيش وللجيش اللبناني اللي اشتغلوا على كل هالتفاصيل. والكلام اللي كان عم يطلع من خطوط وخطوط هيدا من بديهي ومن طبيعة المفاوضات أنه يكون عندك مواقف من هالنوع، ولو ما كان في هيك مواقف يمكن لبنان ما كان حصل على اللي حصل عليه. بالتالي الكل لعب الدور اللي لازم يلعبه، لكن بالأخير هيدا مثل اللي معه مغايطة بإيده عم بيشدها، منضل نشد فيها لناخد اللي لازم ناخده من دون ما نفرط بحقوقنا. بس هاي المغايطة بتوصل لمحل إذا بتشدها شوي زيادة بتنقطش، وهون إجا دور الدبلوماسية، وهيدي الدبلوماسية أدت إلى هيدا الاتفاق، وتطبيقه بده يصير وفق ما كان نحكى عنه باتفاق الإطار. بده آخر شيء فخامة رئيس الجمهورية اللي هو معني بالتفاوض ومعني بهالمفاوضات، واللي كان حريص أنه هيدا الموضوع ينشغل بسرية تامة، وحريص فخامة رئيس الجمهورية أنه يقول أنا بأول عهد قدرنا نعمل مراسيم للنفط، أنا بتمنى نقدر نختم هيدا العهد بترسيم للحدود، يعني من مراسيم إلى ترسيم. هيدا شيء نعمل لأنه في تفاهم وطني كبير وتعاون مع الجميع. من هالمنطلق فيني أقول لك أنه أخذ بعين الاعتبار اتفاقية الإطار حكما هي حطت الخطوط العريضة اللي خلتنا نوصل للي وصلنا له اليوم. أنا ما فيني إلا ما أوجه كمان تحية من عين التين لدولة الرئيس نبيه بري اللي هيدا الملف صار له ماسكه سنين، وآخر شيء توصل أنت لنتيجة، هيدي النتيجة اللي أخذناها اليوم لأنه صار في وحدة وطنية عليها. حليمة. أسئلة كتير يا حليمة. هلأ إذا نسيت شي رجع ذكريني فيه. أول شيء بداية ما بدي كتير فوت بتفاصيل هيدا الاتفاق، ولكن العبارة اللي كانت مبارح على صرنا 36 ساعة فعلا على كلمة، ولكن ما كانت هيدي الكلمة، لا مش هيدي الكلمة اللي كان عالي عليها الاتفاق. وفيني أقول لك خلال 36 ساعة مرتين وصلنا لمحل أنه نعينا الاتفاق، ويرجع يصير حكي عن أول وجديد. آخر شيء صار في اقتراح من قبلنا نحن لكلمة بديلة نحن مقتنعين فيها كمان، ورضى فيها الفريق الآخر، وهذا اللي خلى الاتفاق يصير. وهيدي مش موضوع الأمر الواقع، لأنه بالموضوع اللي عم تحكي عنه استعملت عبارة تانية هونيك، والعبارة مش هي عبارة الأمر الواقع، هي الوضع الراهن بس حتى وضع. لا مش هي اللي كان عليها الخلاف. السؤال الأول شوفي حليمة، أول شيء إذا بنوصل نحن للتوقيع ولا لا، هيدا القرار مثل ما قلت ببداية حديثي يعود لفخامة رئيس الجمهورية عندما يتشاور مع دولة الرئيس بري ودولة الرئيس مئاتي. هيدا الموضوع القرار إذا نحن رح نقبل بالصيغة النهائية مثل ما هي بشكل نهائي، أنا قلت هيدي فيها إيجابيات أخذت بعين الاعتبار ملاحظاتنا، ولكن أنا ما قلت نحن قبلنا هذا العرض. هذا القبول يأتي من القيادات العليا مش مني أنا، هذا واحد.
اثنين فيما يتعلق باللي عم بيصير باسرائيل انا ما بدي اعلق لانه في عندهم انتخابات نيابيه، وحكما مثل اي بلد ثاني بيكون عنده انتخابات نيابيه بتبلش تشوف انت مزايدات ومزايدات مقابله. بس اللي بدي اقوله انا وقلته سبق قلته قبل بمره، اليوم اذا الاسرائيلي بهمه الامن والاستقرار والاقتصاد، هو ما بيعرف انه بلبنان في معادله اذا ما لبنان اخذ حقوقه معناتها في كمان، وما اخذ لبنان نفطه وغازه وقدر استثمر اذا بدك يعني مخزونه وثروته، معناتها كمان ممكن يكون في عائق امام الفريق الاسرائيلي انه يقدر يستخدم مخزونه ونفطه. هلا انا عم جرب كون دبلوماسي باللغه بس بعتقد فهمتوا علي شو عم بحكي. هذا الموضوع واضح وضوح الشمس، هاي المعادله. مشان هيك الاسرائيلي اليوم معني بالاستقرار، الاوروبي معني بالاستقرار، والامريكاني معني بالاستقرار. هيدي وحده من نقاط القوه اللي موجوده عند لبنان، بالاضافه لوحده الموقف لدى القيادات الوطنية بلبنان. من هالمنطلق فيني أقول لك القرار إذا بدنا نحن قبلنا ولا ما قبلنا بناء على شو بيعمل الإسرائيلي، هذا الموضوع بياخدوه القيادات العليا. فخامة الرئيس عم يدرس الملف، أنا بنظري مثل ما سمعت منه اليوم حيعمل تشاور مع دولة الرئيس ودولة الرئيس، ويعلن فخامة رئيس الجمهورية على ضوء ذلك القرار النهائي من قبول أو عدم قبول. أما الإسرائيليين بفهم أنه بدهم يحافظوا على 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 استقرار، على امن، على اقتصاد، وحق كل واحد اليوم يقول شو مصالحه بالطرفين اللي عم يتفاوضوا. نحن ما في علاقات مع اسرائيل، اسرائيل دوله عدو، نحن ما عندنا علاقات معها، ما بنقدر نتواصل معها بالمباشر. اجى وسيط امريكي عمل حل وسط، هذا الحل بيامن استقرار لاسرائيل اذا صار، وما بيامن انه يقدروا يستخدموا نفطهم وغازهم، وبنفس الوقت بيعطي لبنان حقوقه اللي كان محروم منها على مدى سنوات يمكن بقرارات دوليه. ويعطيكم الف عافيه. في اجتماع بالنقوره، رح يصير اجتماع بالنقوره ولا بس؟ انا حكما قلت اخر شيء هذا الموضوع بده يودع لدى الامم المتحده تحت علم الامم المتحده وسيسلم وسيم، ما بعرف كيف اليه التوقيع وكيف بدها تصير، ولكن في اكيد ناقوره رح بيكون في موجود، رح بيروحوا على الناقوره بنهايه المطاف لحتى يخلصوا من هذا المهم. شكرا، يعطيكم العافيه.